خوم خواتاتي كي دايرين لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وتكونوا في احسن الاحوال يا رب العالمين. المهم هذا اول فيديو عندي في القناه وكنتمنى يا ربي نكون خفيفه عليكم وانكم انني زعما ندخل لقلوبكم كاملين وانني نكون في المستوى اللي يليق بكم ومقامكم. مهم انا درت هذه القناه نزولا عن الطلب بزاف ديال الناس والمقربين وحتى اللي بعاد طلبوني انني ندير نشجع انني ندير هذه القناه واخا راه ما كانت عندي الفكره ابدا. راه الفكره راه جات ما بين ليله ونهار وقلت علاش لا الناس زعما الا قبلوا عليا وقبلوا على هادشي اللي كندير وعلى هاد المحتوى اللي غادي نبقى ندير لكم علاش لا. انا راه الاشاره ديالكم كاملين وهاد القناه انا درتها خصيصا باش نبقى نشارك معكم بزاف ديال الحويجات الزوينه الخدمه ديالي كيفاش كندوز الخدمه كيفاش كان مهم روتين الخدمه ديالي وحتى على هادشي اللي الا كان روتين ديال الحياه ديالي الخاصه علاش لا نشاركها معكم. وبغيت بزاف ديال الناس كيطلبوني اللي بعادين على المدينه ديالي كيفاش يصاوبوا يقادوا مثلا بفيات ديال زياده بفيات ديال لي زانيفيرسير كيكونوا بعادين ولا ما عندهمش امكانيات باش انهم يقادوا ولا ظروفهم كيفاش كل واحد وكيفاش. انا غادي نسهل الامور المهم داكشي اللي كنعرف انا وداكشي باش كيفاش كنخدم غادي نوصلو لكم بالطريقه ديالي وكنتمنى تدعموني وكاملين تدخلوا عندي وتابوناو مرحبا بكم. المهم انا ما نطولش في المقدمه نخليو ان شاء الله المره الجايه الفيديو الثاني وعاد نكملو هذا الفيديو. بغيت نوريكم واحد بيحة مخزنيه درناها اليوتيوبرز المغربيه منى اش ام واحد بيحة مخزنيه مهم راها معروفه كلشي كيديرها ولا دابا كنديروها كنتفكروا التقاليد راه بزاف ديال الناس كيبغيو يذبحوا بطريقه زعما بالنخوه وبالتقاليد المغربيه ديالنا. المهم انا غادي نشاركها معكم وغادي نشارك معكم هذه الاجواء كامله كيفاش دارت. انا درتها كيف ما قلت لكم اليوتيوبرز منى ولدات ودرتها لها في العقيقه ديال بنتها إلينا الله يكمل بها عليها بالخير ويا ربي نشوفوها كيف كنشوفوا داك البنيته يا ربي ان شاء الله في اعلى المراتب وان شاء الله منى بالصحيحه يا ربي وتوقف سالمه يا رب العالمين والله يخلي لها بنيتها وتربى في عزها يا رب العالمين. المهم خليكم معايا ودوزوا معايا تشوفوا هاد الذبيحه وكيفاش المهم جميع التفاصيل غادي تشوفوها في كمالة ديال الفيديو. Yeah.
عنا وعن أعمالنا.